لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا لكن الاسماء يوه الاسماء قادمة الشهواني والشهواني قادمين قادمين لكن السيد حتى هذه الحضان يصمد شعاره مع رويس اصمد رويس الاسماء قالت قادمة قادمة حتى هذه الحضان اين يذهب الخنجر 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 الى الدفنة الى الدفنة قدم رويس ايضا هدية جميلة بو محمد وليد بو محمد بن ابراهيم السيد اهنيك على فوز الرويس واهنيك على الانتاج المتميز والف مبروك الله يبارك فيك تستاهل خير يا ابو بريك لكن كنتم مخبين الانتاج في المحليات ما بين الا في المهرجان والله يعني احنا بالعكس يعني احنا يعني صفينا الحلال وعدينا لكن خذنا يعني افضل من الحلال وشاركنا والحمد لله ما خيب الأمل يعني في الرويس في المحل الخامس الشوط الرئيسي خذ الشوط براحة يعني وأيضا قام راس وانتهى راس اليوم واليوم كذلك لكن اليوم كنت شوي خايف أنا لأن كل الترشيحات للأشواط الثلاثة الأولى جات مغايرة للنتائج ترشح الرويس البارح هم مرشحين الرويس الحلال اللي ترشح في الشوط قبله ما اتى ما صار شيء فلذلك انت تحس رابعه ثابته بنقول يعني تحس بالخوف يعني لكن الحمد لله نعم لكن الرويس ترشح الحمد لله ترشح وبيض الوجه من الاب ابوه الحذر شريته من مجاد ام زبار وامه لجين كانت تركض عندي ابوها شاهين يعني الحذر ابو القعود يوم شريته له انجازات كثيره في القايه والحقائق يعني هاي اللي اكثرها اكبر انتاجه الحقائق هذه بس ما شاء الله واحد خد رمز وواحد جاء خامس وواحد دفن سبق بالفعل انتاجه كله سبق ما شاء الله ان شاء الله وحتى يعني اخوه بن ابوه اللي جاء الخامس ايضا ان شاء الله بتشوفونه بعد ابو محمد ما انتهت الاشواط الثلاث الاولى والمرشحات محالف الحظ باقي قعودك والترشيح عندك كانت لحظات صعبه شوي كانت لحظات صعبه وكان في يعني شد اعصاب والقعود اول ما طلع يعني اول ما قام راس وطلعت عصاته ما كان يقصد الضمر يضربه طلعت عصاته فخوفنا يعني خفنا من الدفاع وين يتعب الدفاع من البدايه صحيح يعني قلنا مسافه طويله يعني وكل اللي معاه القعدان اللي في اصابك تعبت شوي اي نعم لكن بعد لك حول الكيلو 870 يوم شفت خط النهايه والله انا ما ضمنت الا يوم باقي 100 متر نعم تبغى تصل الخط بس الحمد لله في اللحظات اللي مثل ذي دائما اللي في المركز الاول يكون المسافه عليه بعيد اللي مثلك الليله تكون مسافه يشوفها كيلوات اي تشوفها بعيد لكن تخاف دائما تحاسب وتحاضر على الحلال اللي جاي من ورا وخصه اذا كان كل اللي وياه في الشوط اصحاب سيارات وفايزين انجازات فتخاف الفوز والناموس يا ابو محمد لمن تهديه أهدي لسيدي حضرة صاحب سمو الأمير الفدة وأهدي أيضا لكل محبين الشعار والشعب القطري وأهدي إلى موظفي وأريد زملائي الأعزاء يرضى الله وجهك وجعلنا مسلمين دائما وشكرا جزيلا لكم موفق إن شاء الله تستاهل خير يا أبو بريك ومشكور أنت ما حيلة دارنا اللي معنا